بمناسبة عيد الجيش العربي السوري ووفاء لتضحياته الجسام، أقام قسم النشاطات في مؤسسة الشهيد بحمص فعالية بعنوان جيشنا عزنا، بمشاركة أكثر من 200 طفل من أبناء الشهداء والجرحى، والتي تضمنت أنشطة ترفيهية منوعة وتسطير أطول رسالة وفاء للجيش العربي السوري خطتها أنامل الأطفال الجميلة. الفكرة منا هي أنه نجتمع بأطفالنا أبناء الشهداء وأبناء الجرحى وأبناء الجيش العربي السوري بهذا اليوم لنوجه رسالة محبة ووفاء لجيشنا العربي السوري، لأنه نحن بنكبر فيك وبنكبر بمحبتك وبوجودك، وأنت رمز للأمان وللمحبة بهذا البلد، أنت حامينا وحامي أرضنا وعرضنا، وكتير قليل عليك أنه نجتمع بهذا اليوم لنقول لك كل عام وأنت الخير والمحبة والأمان لسوريا. الله يحمي يا بابا ويدافع عنا، الله يحمي ويحمي الجيش العربي السوري. أنا ابن الشهيد نزار عيسى، الله يرحم بابا كان ما يدافع عن الوطن، كل الجيش كل عام هو بخير والله يحميه. أنا زوجة الشهيد علي بديع منصور، أنا حابة عايد جيشنا الغالي وبدي أترحم مع جوزي، والله يحمي الجيش وقائدنا الغالي. ونحن هلا عم احتفلين بمناسبة عيد الجيش وبنشكر مؤسسة الشهيد والله يخلينا عادنا ويحمينا اياه. بمناسبة الجيش العربي السوري الله محيي الجيش ويحميه، ان شاء الله قريبا تتحرر دير الزور. وبحضور فعاليات أهلية ورسمية وحزبية وبالتعاون مع مؤسسة الشهيد في منطقة وادي النضارة، تم إزاحة الستار عن لوحة المركز الصحي ببلدة الناصرة الذي أطلق عليه اسم الشهيد فراس الندور تخليدا لبطولته وتضحيته في سبيل الوطن. فراس كتير ده بقلي ماما ما بطلع من سوريا والله ما اللي بدي اخدم مثل حي الله واحد كثير طيب قلبه. مناسبة عيد الجيش بدنا نقول كل عام وانتم بألف خير، حماة الديار حماة العرض والأرض، وبدنا تحية لأرواح شهدائنا اللي نحن لولا أرواحهم ودمهم سوريا ما بقيت صامدة. الحقيقة اليوم فعاليتنا هي تسمية مستوصف الناصرة باسم شهيد بطل من قواتنا المسلحة فراس ندور. الحقيقة نحن بدنا نقول أنه هن شهدائنا موجودين بأرواحهم، نتشكر روح الشهيد اللي جمعتنا اليوم، جمعتنا على محبة الوطن وعلى حب الوطن وعلى حب تراب الوطن. لا شيء يوازي تضحيات الشهداء الذين رووا بدمائهم الزكية تراب الوطن صونا للأرض والعرض، فالهامات تنحني أمام عطاءاتهم، إلا أن ذكراهم ستبقى خالدة أبدا في صفحات المجد. من مدينة حمص وريفها الغربي، شيرين العلي، الإخبارية السورية.